النهاردة أول أيام الشهر الكريم، وحابين نحتفل مع حضراتكم بطريقتنا ونقدم لكم النهاردة مجموعة من التواشيح والأناشيد الدينية. خلونا نرحب بواحد من شباب المنشدين المميزين، الحقيقة عندهم بصمة وصوت مميز جدا في الإنشاد والابتهال. فوزي عياد منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، وكان بيعمل بروفة دلوقتي فصوته يعني أنا متأكد إنه هيعجب حضراتكم. صباح الخير عليك فوزي. أهلا وسهلا، صباح النور حضرتك. منورنا وكل سنة وأنت طيب. حضرتك بالصحة والسلامة والأمة المصرية والعربية كلها بخير إن شاء الله. اللهم أمين. قبل ما نبدأ فقرتنا بقى ونبدأ في الإنشاد والابتهالات، إحنا عندنا سؤال حلقتنا النهاردة بيقول ذكرياتك مع أول يوم رمضان. عايزين نعرف ذكرياتك إيه؟ والله رمضان ذكرياته كتيرة طبعا، يعني يمكن أهم ما يميز يعني اللي إحنا بذكرياتنا مع رمضان طبعا أول حاجة طبعا صلاة التراويح. طبعا طبعا بما إن إمام مسجد يعني الحمد لله، فببقى على شغف إن أنا أنت بتقوم الناس كمان. الحمد لله رب العالمين. فببقى على شغف إن أنا إيه يعني ألتقي بقى بالأحباب كلهم في صلاة العشاء والتراويح وكده يعني. تمام، دي من زمان أول من زمان تمام المسجد. بفضل ربنا يعني من حوالي 15 سنه بام يعني ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظ حضرتك. فطبعا من ضمن الحاجات برضو اللي يعني بتولد ذكرياتنا وتعيد ذكرياتنا تاني مع رمضان الابتهالات والموشحات الدينيه طبعا لأساتذتنا الكبار وعظماء عالم الابتهال والإنشاد. انت واضح ان الإنشاد الديني وقراءته يعني هي دي احتلت ذكرياتك كلها تقريبا، يعني احنا كنا بنتكلم في البداية عن الكرتون وفي ناس ليها ذكريات مع الأكل ومش عارف ايه، فانت واضح ان الإنشاد احتل ذكرياتك كلها. طبعا هو ذكريات رمضان يعني مع الواحد بتبقى ميولها طابع ديني شوية. طبعا والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الوالد عليه رحمة الله هو اللي غرس فيها ده من صغري، يعني ان انا يعني استعد رمضان بكل روحانيات وطاقات ايجابية عالية وتمام ازاي اتعامل واتهيأ لرمضان. شهر واحد في السنة لازم تجتهد فيه قد ما تقدر في الطاعة والعبادة وتلاوة القرآن وانشاد ومديح وما الى ذلك. يعني اللي بيميز عندك اول يوم في رمضان، يعني دايما في ناس كده ليها مثلا 10 الاواخر ليها حاجة خاصة عندهم، اول يوم برضو ليه حاجة معينة كده في قلوبنا كلنا، ايه اللي بيميز اليوم ده عندك عن اي يوم تاني؟ هو اكيد لمة الاحباب يعني. تمام، الفطار طبعا ده لمة الاحباب دي شيء اساسي يعني. تمام، سواء مع العائلة او مع الاصدقاء، يعني احنا يمكن كاصدقاء طبعا عارفين ان الدنيا كلها تلاهي، رمضان شهر واحد في السنة، بنتمنى من احبابنا واصدقائنا نتجمع ولا يوم واحد بس في الشهر، فبنقعد نحسب يعني احنا بنقعد نرتب من اول يوم، طب هنتجمع اول يوم ولا في النص ولا في الاواخر ولا كده يعني. تمام، من ضمن الحاجات اللي انا يعني بكون على شغف ليها برضو ان انا اجتمع بالاحباب قدر الامكان يعني في الشهر العظيم يعني. طيب نسمع منك في البدايه كده ايات الصيام قبل ما ندخل في الانشاد، انت بتقول انت امام بقالك 15 سنه، فنسمع بقى ايات الصيام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك يا رب. الله يحفظك. يعني من أجمل الأصوات اللي أنا سمعتها بقالي كتير قوي، ما سمعتش صوت حلو قوي كده. عايزة أقول لك أنا كان نفسي يكون صوتي حلو قوي كده، لكن زميلنا في استوديو شاذلي عامل شغل حلو في الإنشاد والتلاوة. عايزة أسألك سؤال، تلاوة القرآن الكريم والإنشاد هل محتاج موهبة؟ يبقى عندك أنت موهبة ولا مش بس كده، لازم يبقى عندك كمان أنت بتدرب نفسك وطبعا لغة عربية صحيحة؟ بص حضرتك، هو احنا امرنا طبعا ان احنا نرتل القران، تمام؟ يعني حتى الانسان اللي ما عندوش موهبه، تمام، يعني سيدنا نبي قال زينوا اصواتكم بالقران. يعني حتى اللي ما عندوش موهبه بيحاول بقدر الامكان انه يجمل صوته في التلاوه، لان طبعا اذا اردت ان تتكلم مع الله فاقرا القران، فانت بتتكلم مع الله فلازم تكون في افضل حالاتك وتطلع افضل ما عندك، تمام، من تلاوه طيبه وتجويد كويس، تمام، واحكام طيبه، تمام، وصوت جميل، تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت اذا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بالموهبه بتبتدي ان انت يعني ايه تدرس وتتعلم، اولا بتحفظ وتتعلم احكام التجويد واحكام التلاوه، تمام، انت حافظ اجزاء من القران. ثانيا الحمد لله رب العالمين ختم القران بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ما شاء الله، من صغر سن الحمد لله، ما شاء الله ربنا يبارك، ودرس في الازهر الشريف والحمد لله رب العالمين، ما شاء الله. طيب فيعني بنقول ان احنا لازم ندرس ونتعلم، لازم ندرس برضو نقف على وليكن مثلا في خلفيه بسيطه عن فن المقامات والنغم، تمام، بحيث مثلا انا لو باجي بتكلم بصف حال اهل الجنه ما ينفعش ابكي، لازم اكون سعيد، لو بصف مثلا اهل النار لازم اكون مقام صبا، مقام الحزن مثلا، تمام، وما الى ذلك يعني. فدي وعايز اقول لحضرتك ان حب تلاوه القران الكريم هو اللي دفعني للانشاد الديني، لان طبعا من صغري يعني بحاول ان انا انصت دايما لاذاعه القران الكريم، وهي الحمد لله شغاله في البيت باستمرار. فمن كتر ما انا بسمع ابتدت بقى يعني حضرتك عارف من كل برنامج والتاني فاصل من الابتهال، ولسه لحد دلوقتي شغاله في البيت باستمرار الحمد لله رب العالمين بفضل الله، وربنا يجازي والدي عنها خير في الموضوع ده. الله يرحمه. تمام، امين يا رب. طيب عايزين نرجع بقى للبدايات، يعني انت هو والدك كان بينشد مثلا او كان بيقرا قران، يعني ايه اللي خلاك تتجه هذا الاتجاه؟ هو كان غاوي سماع، يعني هو كان دايما بيحتفظ بالشرايط القديمه، شرايط القراء والمبتهلين، تمام، وكذلك حريص دايما على اذاعه القران كلها صدى في البيت، تمام، عامله جو جميل جدا في البيت بفضل الله. يعني حتى لو هتشغل تلفزيون برضه توطيه بحيث ان هو ما يتغاش على صوت برضه الاذاعه شغاله 24 ساعه. الاذاعه يعني حتى حضرتك يعني مثلا في كل اوضه برضه سماعه متصله بالايه بالراديو، عشان برضه انك من ما تروح برضه في جو في البيت معاك يعني، تمام. فدي من اهم العوامل اللي ساعدتني ان انا ايه اتطرق لمجال الانشاد. طيب عايزين نبدا بقى، يلا هنسمع ايه دلوقتي؟ تمام، اسمع رمضان جاء بعطر النفحات. يلا بينا. يلا اتفضل. رمضان عاد بعطر النفحات، رمضان عاد بعاطر النفحات، أنواره قدسية الآيات، شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا وفيه كتاب الله قد نزلا، شهر الصيام، شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا وفيه كتاب الله قد نزلا، وليلة القدر، وليلة القدر
وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد نزلا. أشرقت شمس التهاني وبدا فجر الفلاح وحظينا بالأمان والسعد لاح كالمصباح. عطر الله الشريف بالبكرة والعشية والعشية بأزكى صلاة وتحيات ورضوان. اللهم صل وسل وزد وبارك عليه. افضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك. مين قدوتك في عالم الابتهال والإنشاد الديني، وبتسمع لمين في تلاوة القرآن؟ طبعا في عالم الابتهالات أساتذتنا العظام مولانا الشيخ سيدنا نقشبندي رحمة الله عليه، ومولانا الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه، مولانا الشيخ نصر الدين طبار رحمة الله عليه، والشيخ طه الفشني. دول أسيادنا وأكتر أساطير في عالم دولة الابتهال والإنشاد، وتركوا بصمة يعني حية جيل تلو جيل، يعني لا تنسى ولن تنسى يعني. تمام. وفي القرآن طبعا يعني أساتذتنا الكبار طبعا مولانا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمه الله عليه، مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي رحمه الله عليه، وطبعا اساتذتنا الكبار بقى واساطيرنا طبعا مولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مولانا الشيخ المشاوي. مين الجيل الحالي؟ الجيل الحالي دكتور احمد نعنع، ربنا يبارك في عمره. يا رب. هو مش من الجيل الحالي بس، ده من يعني من الكبار يعني. طبعا يعني هو من القراء الكبار والتقال حقيقة. يعني هو يعني جمع بين الاصاله والمعاصره. ربنا يبارك فيه. ربنا يديله الصحه. مولانا الشيخ عبد الناصر حرك، مولانا الشيخ حجاج الهنداوي، يعني اكتر ناس بحب اسمع لهم يعني. طيب احنا ممكن نحاكي حد من المبتهلين القدامى ولا صعب؟ ممكن. جاهز حاجه يعني؟ لا ممكن، ممكن نحاكي برضه. يلا مين مثلا؟ هو مولانا الشيخ نصر الدين طبار والدي رحمه الله عليه كان بيحبه جدا، وكان بيحب يسمع له ابتهال معين، فأنا هقوله لأن بهديل الروح الطيبة. الله يرحمه. حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل، يسكب الطل رحيقا من ندى موقظا بالنور أجفى الحياة موقظا للنور أجفان الحياة.
من نور من والندى من فيض من الندى من فيض من وهو أيضا صنع من سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي صنع من الخالق الله والرازق الله 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 عليك رزق. ايه الجمال ده؟ الله يحفظك يا رب. ما شاء الله عليك ربنا يحفظك. ربنا يبارك في عمرك. احلى بدايه للشهر الكريم. كل سنه وانت طيب. واحنا متاكدين ان المشاهدين استمتعوا بالابتهالات والانشوده الجميله دي. شكرا ليك. كل الشكر ليك فوزي عياد المنشد الديني. اشكركم جدا. كنت سعيد بوجودي معكم النهارده وكل عام وانتم بخير. تشرفنا بيك وانت طيب.